إذا لا يوجد شيء يستحق أن تتكبر على غيرك، فمجمل موضوع الكبر، مجمل حالة الكبر جهل. جهل. هل يرضى المؤمن السائر إلى الله السالك، ترضى يا مريد الله أن تعيش على الجهالة في معاملتك مع الله؟ طيب، أيضا خطورة الكبر على الأمة. أنت يا سائر إلى الله عز وجل نفع للخلائق، وباب لنفع الخلائق، لا ترضى لنفسك أن تكون سببا في تخريب هذه الأرض. كيف تسير إلى الله وأنت تخرب الأرض التي استخلفك فيها؟ إني جاعل في الأرض خليفة، استخلفك على هذه الأرض، أصلح لا تخرب في هذه الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ أكثر المصائب التي في الأرض نبدأها من الكبر. كل ما ترونه من الحروب، ما ترونه من الدمار، من الاقتلاس، من السرقات، من الرشوات، من القطيعة، من البغضة، من التدابر، بدايتها إقرار النفس على الكبر. لكن من أين تبدأ معالجة مشاكل العالم؟ لا تبدأ من أن ينفخ أحدنا صدره ويرى أنه المصلح الذي سيصلح العالم، ولو كان باسم الإسلام، ولو كان باسم الإسلام، لكنها تبدأ بأن يعود الإنسان على قلبه ليطهر قلبه من أمراضها. احرص على الأعمال التي تنمي التواضع في قلبك، احرص على المبادرة. كل ما لقيت أحد من الناس ابدأ أنت بالسلام والمصافحة، مهما كان كبير صغير، صاحب مخالف، أنت الذي تبدأ. لا تطع خواطر نفسك يا مريد، انتبه، لا تضحك عليك نفسك تقول لك لا، لكن من باب الكبر على المتكبر فضيلة. خل هذا الكلام الآن، أنت ابدأ من لقيت بالسلام والمصافحة. هذه واحد عمل. شيء ثاني، بادر إلى الأعمال التي فيها فضل وفيها كسر للنفس. دخلت إلى المسجد وجدت شيء من الوسخ، نظف في المسجد. كنا نذكر قصة سيدنا أويس القرني رحمه الله تعالى، أنه ذات يوم من الأيام كان يجمع الطعام من بعض المزابل ينظفه ويعطيه الفقراء المحتاجين الذي لا يجدون الطعام، وكان يقول اللهم لا تؤاخذني بمن بات جائعا من أمتي محمد. اسمع يا أخي التاجر الذي أعطاك الله شيء من المال، هذا ما كان عنده مال ولا طعام، يلقط الطعام من الكسر الرتيب في المزابل ينظفها وليتصدق على الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يقول لا تؤاخذني بمن بات جائعا من أمتي محمد. وذات اليوم، ذات يوم جاء أحد الكلاب ونبح وهو على المزبلة، فقال يا هذا، يكلم من؟ الكلب، لا تؤذيني ولا أؤذيك، أخذ مما يليني وتأخذ مما يليك، فإن أنا اجتزت الصراط ودخلت الجنة يوم القيامة فأنا خير منك، وإن أنا هويت من الصراط إلى النار فأنت خير مني. هذه حقيقة يا إخوان. نعم، الكلب يوم القيامة يتحول إلى تراب. أحدنا لا قدر الله إذا دخل إلى النار ماذا ينفعه؟ كلب خير منه. نريد نعالج أمراض قلوبنا يا إخواني، هذه أعمال ينبغي أن نحرص عليها. من هذه الأعمال خدمة الفقراء والمساكين. في حيك بعض الفقراء أو الحي القريب فقراء ومساكين، اذهب واخدمهم، اذهبي اسألي عن أيتام أو فقيرات أو مريضات عاجزات، نظفي ثيابهن، ساعديهن على دخول بيت الخلاء، اغسليهن، لأن هذا فيه كسر لمعنى الكبر في النفس، قاسي على النفس، لكن فيه تهذيب للنفس وتربية لهذه النفس.